السلام عليكم الشيخ أبو بكر، عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يحفظكم يا رب. يا أخي سمعنا إنه التراب ده يتوفى، يعني ما عارف الحل بيكون كيف، وهل الناس يعني ممكن تترحم عليه ولا كيف؟ أولا الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على وفاته، ويقول أراه الله منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والرجل كان مفسد وسيء في دينه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة ويحرف في الدين وينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وحكم العلماء عليه بالكفر. يا أخي سبحان الله، زي منو يا شيخ؟ لا يصلي عليه ولا يترحم عليه ولا يستغفر له، إنما عند الله سبحانه وتعالى إنه يجازيه بسوء عمله. الله أكبر. طيب يا شيخ، الله يكرمكم يا شيخ. طيب زي منو من المشايخ يا شيخ اللي قال انه كافر يعني؟ الشيخ عبيد، الشيخ محمد امان الجامي، وغيرهم من العلماء الكبار. الله يجزيكم خير، جزاكم الله خير يا شيخ. عليه لعنه الله، ربنا ينتقم منه بقدر ما اساء للاسلام واساء للدين واساء للانبياء واساء للصحابه رضي الله عنهم واساء للنبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، الله المستعان، الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير يا شيخ، شكرا لكم كثير، الله يحفظكم يا رب.